فجالي واحد كلمني قال احنا من صناع الخير وجاي لك. راح حد يجي ياخدني، خدته من الجلاء. ما كنت لا كنا جينا هنا، كنت انا ساكنه في الجلاء عند المقام. جابوني جابته وجاه قال لي عايز بحث من الشؤون وعايز جواب الدكتور وعايز 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 كل اللي كتبه عملته. قال لي هجيك الاسبوع الجاي. خد البحث وجاب جمعيه زراعيه ان ماليش ارض ولا بيت ولا حاجه. خد الورق قال لي يوم الاثنين تستنينا عند الدكتور هجت. كتر خير وكتر خير القناه واللي عليها ينجيهم يسترها معاهم في غربتهم وطريقهم اللي ماشيين عليه. اقول لها اتنك مستوره دنيا ودين وابعد الوحش عني. الله يسترها واتنها مستوره وابعد الوحش عنها وانصرها على مني عاديه ريان بنت حواء وادم. تفرح بعيالها وابعد كل شر عنها واللي مع القناه لان بيتعبوا وبيسافروا وبيروحوا وييجوا. فرحانه فرحانه بدخلكم علي انتوا ولاد. العمان ابني لما مات وابن بنتي لما مات كانوا بياكلونا وبيسندلوا. ابنها 29 سنه احمد ما تمش السنه وانا كان ابني قبله معلمات علي معالي. ابنها احمد لسه مات عنده 29 سنه البكر بتاعها بحطت مكان نزيف في المخ وانا برضه هي المكان موت بيقولوا موت بتاعها. لكن الاستاذه رهام تعبت معايا عملوا لي ليزر كم مره وهنا ميه وعدس. كنت عاميه بالاثنين مناخيري تتكسر في الجدار قرطة تتفتح تتخيط. الله يسترك يا رهام يا بنت حواء وادم. عملت لي عمليات في عينيا 4 مرات. عملت لي يا اخويا طقم السنان. عملت لي جابت لي السرير اهو. كنت رايحه عاميه خالص بقيت اقول لهم شفت الدكتوره لابسه كذا والاستاذ لابس كذا. والله والله شوف طلعت شوف تبدأ بالشمال دي بقى العكبة بشوف بس صوابع ايدك والرجال وفرحانة وينجيكم ويستركم ما تنضموش ولا تمرضوا ولا تدقوا مرض في لحمكم. وهي ربنا ينجيها نفسي ربنا ينصرها يبعد عنها الوحش كله. ينصرك يا رهام يا بنت حواء وآدم يا رهام يا سعيد. ربنا ينجيك لشبابك ولعيالك يكفيكي شر الطريق اللي ماشي عليه يا رهام يا بنت حواء وآدم. يكتب لك في كل خطوه سلام. انا عفاف اللي قلت له مش هسيب. قلت له والله يا ماما لا هجيك. انا فرحانه فرحانه بدخلكم عليا اولاد ولاد وفرحونا قبل الايام الكريمه قبل رمضان. الله ينجيك وجامد جامد وجميل. الله تحلى لكم الدنيا تتنك مستوره يا رهام يا بنت حواء وادم. انا فرحانه بيكم ما كنتش مصدقه والله ورحمه ابني. انا ما كنت مصدقه انكم جالوا الايام الكريمه. وفي النهايه يا حبيب ربنا يكرمكم ويستركم وينجيكم ويفديكم. انا بين اياد الله رهام سعيد اللي فرحت الواد الكفيف يا عيني وخلته غنى الاغنيه وشجعته وادته وكرامته بالأغنية الوقت بيقولوا في القناة رهام سعيد تبقى معاكم من جديد حاجات جميلة كده الأغنية جميلة. لا التكشيرة دي عشان أنا بزعق عشان أنا ما بحبش خالص نطلع شكر ليا على الهوا خالص خالص لان ربنا اللي بيعمل كده. ليه التقرير ده اتذاع بعد 11 شهر؟ حاجة عفاف جت كانت عايزه 4 عمليات في عينيها وكانت عايزه طقم اسنان وكانت عايزه سرير. الحمد لله ربنا قدرنا ان احنا نعمل كل ده وما قلناش. عشان انا بتضايق قوي بس من الناس اللي على السوشيال ميديا اللي بتدخل اللي هي موجوده دلوقتي بتتفرج على التقرير تقول لك ايه؟ ده كان زمان برنامج خير. ده كانوا بيعملوا خير. ده دلوقتي ما بيعملوش حاجه غير انهم بيستضيفوا مش عارف ايه. لا احنا لم نتغير ولا تتخيلوا كم الخير اللي البرنامج بيعمله ولا نرد سائل. واي حد بيطلع معانا بنحل مشكلته لو هو عايز. يعني انا اعلنت قبل كده في لايف على صفحتي ان محمد جمال بتاع متلازمه توريت رفض العلاج. رفض العلاج. مفيش حد
طلع معانا وطلب مننا حاجة واحنا ما عملناهاش.